الحمد لله، لك الحمد يا ربي على كل نعمة، وأفضل النعماء قولي لك الحمد. الحمد لله، الحمد لله يا من خاطبتنا في كتابك المنزل على قلب نبيك المرسل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حدثته وحدثتنا عن الحب وعن أقوام تحبهم ويحبونك. من هم يا رب؟ اجعلنا منهم يا رب. نبحث في هذه الليالي وفي هذه السهرات وفي هذه الحلقات وفي هذه الجلسات عن ماهية الحب. ما هو الحب؟ نريد أن نكون من المحبوبين عند رب العالمين. يقول الإمام المحب الصادق أحمد زروق الفاسي البرنسي رحمه الله مقولة عظيمة، يقول: ليس الشأن أن تكون محبا. كلنا يقول محب، لكن هل أنت محبوب؟ ليس الشأن أن تكون محبا، إنما الشأن أن تكون محبوبا. وكل خلق الله محبوبين عند الله جل جلاله وتعالى في علاه، لا سيما أمة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماهية الحب وما هو؟ أن تحب الله، الله ذكر الحب. أن تحب النبي، النبي ذكر الحب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إذا ذكر الحب. ثم دعا إليه صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ شرط إذا فعلت هذا الأمر أصبحت محبوبا عند الغير والغير محبوبين لديك. ما هو هذا الأمر يا رسول الله؟ أفشوا السلام بينكم. إذن في هذا أمر عظيم، أنك محبوب وأنك ترغب الناس وأن الناس يحبونك وأنت تحبهم، أمر طيب ومبارك دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أعلن الحب، أنه يحب عائشة. عندما سئل: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ أحب الناس، قال عائشة. قالوا: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. لم ينكر صلى الله عليه وسلم ولم يضمر المحبة في قلبه ولم يظهرها. فالحب إظهار وإضمار، تضمره في قلبك وتأتي به على لسانك وقلبك وعقلك وروحك ويديك وجنانك وكلك يعترف بهذا الحب. وللمحبة علامات ودلالات. إذن الله ذكرنا الحب، النبي ذكرنا الحب، دعانا للحب واعترف بالحب وصرح بالحب، بل وقال: أفشوا السلام بينكم. وما السلام إلا محبة، وما السلام إلا حب. إذن هذه ماهية من ماهيات الحب. لكن لو كنت تسأل عن ما هو نوع الحب، ما هو تركيب الحب، من أول من أسس الحب، أقول لك لن تجد إجابة. لما؟ لأن كل لغات الدنيا ولغات العالم تدرك الحب وتتذوق الحب، وهو مثله كمثل العسل. سأصف لك أنواع العسل ولون العسل ولزوجة العسل، لكن مهما وصفت ومهما تلفظت في الألفاظ لن تتذوق العسل. برشفة واحدة منك للعسل ستكفيني أنا وغيري الساعات والساعات من الشرح المطول. لما؟ لأنه من ذاق عرف، ومن عرف اغترف. تذوقت العسل، تذوقت طعم المحبة. جاء أحدهم يسأل، قال: ما هو الحب؟ أجابه جلال الدين الرومي رحمه الله فقال: الحب ستعرفه عندما تغرق فيه. لن تفهم معنى الحب حتى تتذوق هذا المعنى. ثم تنظر في مسألة أخرى وهي قضية المحبة. جاء أحدهم يسأل: يا قوم صفوا لي الحب، يا محبين صفوا لي الحب، يا محبوبين صفوا لي الحب، ما هو الحب؟ فقالوا له: لا يجوز في الحب الوضوء، ولا يجوز فيه التيمم، الغرق فيه أقرب للتقوى. قال: وكيف أعرف أني محب؟ قالوا: لا ترفع يدك لتطلب النجاة، كن في هذا الحب، أترك نفسك في هذا الحب لتتذوق هذه المعاني. نحن وإياكم في سلسلة طيبة شيقة تقية نقية رحمانية نبوية عرفانية، نتذوق فيها طعم الحب. لما؟ في كل مجلس وفي كل مرة نريد أن نمسك بالحب ونقول: ها هو الحب، هو الحب، هذا هو الحب. لكن لما نظرنا في علماء الأمة والمحبين والعاشقين والمغرمين والمتيمين والهائمين، كلهم اجتمعوا على بيت واحد اعتمدناه وسنعتمده في كل مجلس معنا. لما؟ لأنه يحثنا على سلامة القلب الذي هو شرط الدخول على الرب، إلا من أتى الله بقلب سليم.
قال: هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل ما اختاره مضنا به وله عقل وعش خاليا فالحب راحته عناء أوله سقم وآخره قتل هذا هو الحب. إذا هجرت فمن لي ومن يجمل كلي يكن لا كل وأهلي عند انقطاع وذلي يكن لا كلي فكلي أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني وأنت عندك روحي بل أنت منها أحب وأنت لي إذا هجرت فمن لي ومن يجمل كلي يكن لا كل وأهلي عند انقطاع وأهلي